طيب احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده وايه اهميته ما كانت 50 بنك دم بهدف تقديم خدمة بجودة عالية بخصوص هذا الأمر مع دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. يا دكتور مجدي أهلا وسهلا بحضرتك في البداية. أهلا بيكم أستاذة آية ومن الجمهور الكريم. إزاي نقدر إن احنا نقول إن الخطوة دي مهمة جدا هي ما كانت بنوك الدم وإيه المنتظر من تحقيق هذه الخطوة في مصر؟ التحليل العلمي بيقول إن دي طفرة نوعية غير مسبوقة الخدمات المقدمة للمواطن المصري من ناحية تقدم النظام الصحي وتطور الخدمات الصحية التكنولوجية. المكانة دي معناها أنها هتخلي في أفضل أداء تفعيل آليات نظم المعلومات والتحول الرقمي ده ويبقى ليه دور مهم جدا في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وبخدمة عالية وجودة عالية بتبقى تضاهي المقاييس والمعايير العالمية. نوك الدم اخترناها ليه؟ لأنها مهمة جدا تديني نقل الدم كويس قوي بس عشان إيه؟ العمليات الجراحية، الحوادث، الأمراض المزمنة اللي تحتاج أمراض الدم، مشتقات البلازما اللي تعالج أمراض الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والثلاسيميا اللي هي اضطراب وراثي يصيب الدم بيبقى فيها أنيميا، وفي الهيموفيليا ده اضطراب نزيف وراثي يؤدي إلى عدم تجلط الدم بشكل صحيح، وكمان أمراض المناعة زي فقد دم المناعة الذاتي وسرطان الدم، كل دول محتاجين دم. بس المشكلة ممكن يروح في أي مكان في العالم في المستشفى وناخد وقت طويل جدا لحد ما نبحث عن الدم بتاعه نوعه إيه ومحتاجين إيه، ولكن احنا لو احنا عندنا بيانات ومعلومات وقاعده للمعلومات بيبقى عارفين وهو في سياره الاسعاف وهو خارج من بيته بس بالتليفون عندنا ملف الكتروني عن هذا المريض فاحنا عارفين هو هيحتاج دم ايه ومحتاج وقبل كده خد او لا، وده يفيد جدا في انقاذ الارواح وتحسين جوده الحياه وتقليل الوقت اللي بيضيع وتسريع تقديم الخدمه وتسهيل وتقليل حتى النفقات. يبقى اعلى مستوى من خدمات طبيه اصبحت تقدم بهذا التقدم اللي احنا شفناه، وبنلاحظ كمان ده بيؤدي الى اداره الوقت وتحسين دقه البيانات. مهم قوي ان احنا لما تلاقي المريض المستشفى واحده بتولد مثلا رايحه مكان، حادثه عربيه جايين مثلا من مصيف والسياره فيها اكثر من واحد عنده امراض مزمنه والثانيه كانت بتولد والثاني عنده جد، يبقى محتاجين الدم ومحتاجين بسرعه وقت جدا. مهم قوي بيبقى عامل مهم قوي في انقاذ الارواح. مهم كمان ان احنا نعرف المتبرعين كمان دلوقتي عايزين قاعده بيانات ليهم، عندهم امراض مزمنه، عندهم للاسف فيروس بي، فيروس سي، الايدز، اي مرض من دول او الزهري او مثلا اي مرض زي الايدز مثلا او الزهري، ودول كلهم بنكتشفهم وبيتعالجوا وبسريه تامه وبيصبحوا بعد كده مواطنين قابلين للتعايش بدون اي مشاكل. يبقى ده انجاز وطني مهم جدا يدل على تقدم الدول. وخلي بال حضرتك الدوله اللي بتلجا لعمليه الميكنه والرقمنه في النظم الصحيه معناها ده مؤشر على تقدم عندها كويس جدا، ودلوقتي اصبحت الدول المتقدمه بتتبارى في تقديم الخدمات التكنولوجيه والحاجه ثانيه بيسموها التطبيب عن بعد. يعني مثلا انا مريض في مكان بعيد والدكتور مش معاه ومحتاج استشاري مثلا مكان تاني ومحتاج عملية نقل دم، ممكن الحاجات دي كلنا نعملها في ثواني لو احنا عندنا الثورة الإلكترونية دي والرقمنة أو الميكنة. دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على هذه المداخلة.